عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت لقاء حاشد للقطاع الخاص اللبناني تكريما لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض العسيري. حضره حشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية إضافة إلى وفد اللبنانيين العاملين في السعودية وحشد كبير من رجال الأعمال الذين شددوا على أهمية العلاقات السعودية اللبنانية. أن الصداقة اللبنانية السعودية بالنسبة إلينا هي بمثابة زيجة مارونية. لا فكاكة منها حتى ولو شاء الطرفان. وهما بالتأكيد لا ولن يشاء الطلاق على الإطلاق. هودي هن اللبنانية اللي اليوم نحن عم نحاول نتعرض لمصالحهم الاقتصادية والتجارية كرمال شو وكرمال مين ولمصلحة مين. اليوم مش بس مصالحنا التجارية اللي عم تتعرض بالمملكة العربية السعودية أخوان، صورتنا كلبنانية. نحن اللبنانيين اللي كنا رمز للاعتدال، رمز للتفوق والتميز والإبداع، صرنا اليوم شو؟ رمز للتطرف ورمز للإرهاب. هل هذا المطلوب؟ نحن شعب المحب للحياة، شعب اللي بنعشق الحياة، شعب اللي بدنا نستبدل مات ليحيى لبنان بشعار عاش ليحيى لبنان. مش هيك؟ نسأل حالنا هذا السؤال، هل أصبحت قضية الدفاع عن الحوثيين أو الإيرانيين أسمى وأقدس من دفاع عن اللبنانيين؟ العسيري أكد أن الاستقرار وإبعاد الساحة السياسية عن التوتر يخدم المصالح الاقتصادية للبنان. الاستقرار وإبعاد وإبعاد الساحة اللبنانية عن التوتر تجذب السائح والمستثمر العربي والأجنبي وتنشط قطاع الخدمات الذي يتميز به لبنان وتحرك بالتالي العجلة الاقتصادية العامة، فيما الاستمرار بالشحن والتوتير يؤديان إلى نتيجة عكسية، فأيهما نختار من أجل مصلحة لبنان؟ أعلم يقينا أن رجال الأعمال اللبنانيين يتألمون كلما تطوعت جهة لضرب الاستقرار أو لتوتير علاقات لبنان بالمملكة ودول الخليج، لأنهم يعرفون عن قرب وحق التسهيلات التي قدمتها المملكة لهم، والتي لولاها لما حققوا ما حققوه من نجاح وثروة، كما يتألمون كيف أنهم يسعون إلى التقدم بلبنان وتعزيز قطاعه الاقتصادي، فيما وللأسف يسعى البعض إلى تقويض هذه الجهود. في الختام أولمت الهيئات الاقتصادية على شرف السفير السعودي والمشاركين في اللقاء.